تحت عرقا يحمل الغيرة العراقية والطيبة العراقية والكرامة العراقية، ولا زلت يا عراق كما كنت تحمل ثقل الأرض وتتنفس شهقة البداية. فعلى أرضك مر كتاب الحضارة ورسموا عليها أبهى حكاية. يا نشيدا رتلته على أديمك ألسن المارين وحناجر تصرخ أبدا لدجلة والفرات، حييت صفحك عن بعد فحيين. لا والذي سمك السماوات العلا وأقامهن وما أقام عمادا، لن أرتضي غير الأكارم معشرا أبدا ولا غير العراق بلادا. لعراقنا الحبيب الغالي على قلوبنا نقف الآن جميعا لأداء النشيد الوطني العراقي. شكرا، شكرا جزيلا. تكشف الكروب وتستر العيوب، تغفر الذنوب وتطمئن القلوب عندما يعانق الحبيب بآيات الذكر أجمل محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. استمعوا وإياكم خاشعين لتلاوة من الذكر المبين، والقارئ لؤي أكرم يتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها،
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. جزى الله قارئنا خير الجزاء وأثابنا وأثابكم على حسن الاستماع والإصغاء. جمهور الموصل الكريم، ارفعوا كل ورود مدينتكم وما بها من زهور، فدماء الشهداء أحلى وأجمل من كل العطور، لأنها انبثقت من تلك الدماء وتلك النحور. من هنا دحرت راية النفاق، من هنا انبثق النصر برجالات العراق ليخط بين صفحات المجد مجده التليد، ويصبح على حناجر الأحرار أحلى نشيد، ليعزف بيننا لحن الفداء بلحن التضحية والولاء على وتر الكرامة والعزة والإباء. هنا في اللا حدباء أخبروها أنها لا حدباء، فمن هنا انتصرت. فالعراق هو المدينة الوحيدة الذي قطع رأسه وانتصر، لذا سمي عراق الحسين. والموصل هي المدينة الوحيدة الذي انتصرت، لذا سميت أم الربيعين. أنس الصخر والجار فاتم ماي ينشف مايهن بس ما يطيحني، ما محتاج عونه من الغرب هيهات، أنا ندل المجد والمجد يندني. أوج وأشتعل كل وصيح عراق ولا قل تشوفوه في الغرب طفني. هكذا نحن العراقيون. أنس الصخر والجار فاتم ما ينشف مايهن بس ما يطيحني، ما محتاج عونة من الغرب هيات، أنا ندلي المجد والمجد يندني. أوج وأشتعل كلي وصيح عراق ولا قل تشوفوه في الغرب طفني. سلام على هذه الأرض التي كلما دنسوها بانت طهرة، وكلما أظلموها بزغت فجرة، وكلما عطشوها فاضت نهرة، وكلما قرأوها قرأت شعرة. طبينا بعزم طبت صدق نخوة، طبينا بعزم طبت البي نخوة، بحيث الفشق من صدورنا التشوى. الما ردت بكلمة وهاك عد عيناك، رديناها غصبا على الخصم قوة. جبناها نعم جبناها نعم، طبينا بعزم طبت البي نخوة،
بحيث الفشق من صدورنا تشول، ما ردت بكلمة وهاك عد عيناك رديناها غصبا على الخصم قوة. حلفنا إلا ترد، إلا ترد والله، حلفنا إلا ترد، إلا ترد والله، وانطينا الزلم وقت الحرب تسوى. من شافونا جينا بساعة التحرير سموها البلاوي ساعة البلوى. نعم هي ساعة التحرير التي انبثقت برجالات العراق والتي كانت على أيدي هؤلاء الرجال، وهم الرجال الذين ألبسوا بلادهم العراق ثوب الكرامة والإباء، وأذاقوا أعداءهم كأس المنية كل صباح ومساء، ولاقوا ربهم بالرفيق الأعلى شهداء كرماء. نهم من رسموا بدمائهم الزكية معالم البطولة، وترجموا بتضحياتهم معالم الرجولة. رجال فيهم التاريخ ضاقا، وزادوا النار جمرا واحتراقا، إذا ما هب موج الحرب فيهم تراهم كلهم صاروا عراقا. لهم ولشهداء العراق جميعا أدعوكم الآن مرة أخرى الوقوف لقراءة سورة الفاتحة المباركة. حفظ الله من قرأها ورحم الله من استأنس لها. إلى واحة الشعر والوجدان، ستطرب القوافي والقلوب والأذهان. من هذه المدينة سنقتبس من الشعر أجمله وأحلاه وأزكاه وأبهاه، الشاعر الرماح الغانم يتفضل مشكورا. الحضور الكريم، هذه الوجوه المباركة النيرة الطيبة الجمع الغفير، السيد دولة رئيس الوزراء الأعضاء المحترمين، السلام عليكم كل حسب منصبه ومقامه. أهلا ومرحبا بكم في مدينة الحدباء، في مدينة يونس عليه السلام. السلام على دجلة والفرات، السلام على كربلاء الحسين، السلام على البصرة الفيحاء. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، طبتم وطاب مقامكم. هذه هي الموصل بأهلها برجالها بكرمائها، حييتم أهلا. أنا براس العراق يدور باللحظات، أنا براس العراق يدور باللحظات، البراس العراق اشتضن هم ينذل، سواتر بالزلم سويت وقت الضيج ما محتاج خندق حتى بيه انزل. انا بريتي العراق، انا بريتي هوا مشتم راجل بيه ما مشتم غير ولو يشم مزعل. انا براس العراق يدور باللحظات، البراس العراق اشتضن هم ينذل، سواتر بالزلم سويت وقت الضيج ما محتاج خندق حتى بيه انزل. من جمجمة خوتي الزرعة القيعان لابسها على راسي الخوذة عيب اخجل. انا بريتي هوا مشتم راجل بيه ما مشتم غيري ولو يشم مزعل. انا براس العراق يدور باللحظات. والى وحدة العراق، الى هذا التكاتف الجمع الخير الطيب، سد باب الوطن لا تأمنه بمفتاح، قلبك كون هو يصير مفتاحه. آدم راد يحتل باب جنته وشاف مو مفتاح بس قفلته تفاحه. مسباح الوطن لا تأمنه عند جفوف، ترى غربة جفوف وجفوف ذباحة. قبل داخل حسن صاغ الوطن مسباح، ماتوا وجف رافع علم مسباحة. دخل نبني وطن، دخل نبني وطن ما شاف راحة بيوم، حتى الراحة بيه تدور الراحة. أنا وياك واحد ما نصير اثنين، ما ريدك تطيح وتوقع قبالي، طحت قبلك أمس ما قطع ربك زين، شفت وياي يفزع واقف خيالي. أنا وياك واحد، واحد ما نصير اثنين، ما ريدك تطيح وتوقع قبالي، طحت قبلك أمس ما قطع ربك زين، شفت وياي يفزع واقف خيالي. أمس داعش من داهمونه بنص نهار البيت،
قالوا شيل يديك ارفعها للعالي. صح انا رفعتها الغاية، تعرف ليش؟ مربي الزعل عدلتنا عقالي. سلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا. أنشودة يقدمها براعم من هذه المدينة المعطاء، إنها نينوى التي عودتنا على الكرم والمحبة والإخاء. أنشودة سيقدمها هؤلاء الأطفال، فلنستمع لهم سوية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجمهور الكريم، نرجو جلوسكم في أماكنكم الخاصة. شكرا لجمهورنا الكريم على حسن استماعه وإصغائه وهدوئه في هذا المهرجان. الآن إلى محطة شعرية أخرى في هذا المهرجان، شاعر له من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أعذبها، كتب عن الشعر والحب والإنسان وعن العراق، سيد الأمم والأوطان من التركمان، إبراهيم سليفاني، يتفضل مشكورا.
السيد رئيس الوزراء المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موطني يا هلي الحلو تعني اللاو، والعافية بيها ربجي، والماي تعني الآو، ولو منا تطلب طلب سربي سري وسرچاو، طلصم صفها الوطن دوخ الوايوها، وبيزاخو بس تنتخي ثور من الحلفاو. واسمح لي يا صاحبي اقرا لك الموال، من عند لا ما سمعت ولا خطر يوم ببال، الحبكه حبكه نجف والحكي حكي جبال، من حيث ما يحتوي ولا يبدا بيا صاح، وماخوذ من الوطن بيه الحزن وافراح، ويبدا بهذا المثل عسله مروفي قرى وجدانه ويشيره، ودرمانه في دجمني همي دما شيره، رنقه دلي طاريه ورنقه جلا شيره، خلقينه وي اسقطم او تشويره قري، خوهرنك ايدلو اقرتو يقري، من قوت اخفتنك دمي كتم سرقري، عسله وريفيه نابتش جشيره، والزهيري جدا سهل لا تقل لي ما افهمه، واصبر علي صبر اقرا لك الترجمه. الترجمه يا اخي هذا الوطن من وقع قام وتوكل عرب، والمجد في قوم تأروع جمل وعرب، وناطورنا من غفا انباك كل العرب، والقلب رغم الجرى يا موطني لكراد، والراح عنا غصب باكر زحف لكراد، شريان قلب العرب في هالوطن لكراد، وكراد بس تنتخي مثور غير العرب. هولير دزت لبن للبرح واسراره، وبثفاف شط العرب نرجسنا خطاره، يمسر چنار الهوى للكوت صار الدوى، وقلناها كلنا سوى ادهوك لا تنجرح تموت العماره، وانبار وين ينوى صلن سوى بكربله، وحدباء صلن سوى بكربله، وشطراوي طاره حلو من غنى داخل حسن ذوب ثلج قاره، وش قد حلو اش قد حلو كار الجبل لو بالجنوب، والنخيل تشوب بحضن القلي، والثلوج تهيم بحضان الفرات، والسماء والذوب شمعة بمندلي، وحدبة الحرة تصلي بكربلاء، وعنبر الشامية يخفى بموصلي، وللنجف تكريد تبعث أمنيات، وبوسة منها وليردزها البابلي، وتلغ الشيعة وسنة بهالبلاد، ويبقى بس حب العراق الفيصلي، وينكتب دستور من جدة وجديد، الما يحبك يا عمر ما يحب علي، الما يحبك يا عمر ما يحب علي. يا جنوب الكاكا من أقصى الشمال جاكوا بعد ذاك عشق الأولي، جيت أقول لك والله وبكل اللغات، توي شافي وتوه نافي وتوه دلي، أم برانا بخينا ما تشيبي ولات، أي براوة بيجة من بوجي سلي، بوجي فاتي هردتو مين هلات، وبو خباتي توي جرقي وكاكلي، أني كاكي لكن أهواه الجنوب، ذولا ربعي وذولا ناسي وكل هلي، ذولا فالتهم حنا الظهر الغزات، وبكرة بالمقوار لش من ينجلي، ياهو قال الشيعة ما عدهم ولا، ياهو قال الشيعة ما عدهم ولا، وذولا واحدهم صفى بعشق ولي، واحنا من صغنا معادل للرجال شفنا معدنهم ذهب لا موطلي، وانا باسم السنة وكرادي اقول وعلمنا الصف زود اصرح ما يلي، مو فقط جدنا عمر صاح الهلاك، كلنا نهلك والله من دونك علي، كلنا نهلك والله من دونك علي. السلام عليكم. إنه لرداء ونداء يجب أن يردد بكل وقت وحين، إخوان سنة وشيعة هذا الوطن من بيع. شكرا لكل الحناجر التي حتفت بهذا النداء. أطلق عصافيري مللت وقوفها عند احتفال الخربة السوداء، أنا نقطة الباء
التي ما طوفت إلا لتبقى نقطة في بائي، ولأنني رئة الزمان تزاحمت كل الرئات على اغتيال هوائي لن تستطيعوا فك أحجيتي، أنا عرق العراق ينط من أحشائي. نعم عرق العراق ينط من أحشائنا جميعا حبا بهذا البلد الكبير والكريم. ها هنا سأدعو مرشح ائتلاف النصر في محافظة الموصل للارتقاء على خشبة المسرح وعلى بركة الله. المرشح خالد متعب ياسين، المرشح عبد الرحيم جاسم محمد مطلق، المرشح نواف سعود زيد فرحان، المرشح هيام إلهام عابد آل عزو، المرشح محمد نوري أحمد حمود، المرشح غازي فيصل محمد يحيى، المرشح منصور مرعيد عطية، المرشح منى حسين سلطان، المرشح شهاب محمد محمود، المرشح محمد وائل عبد الرحمن، مرشح جاسم أحمد نهير، مرشح بسمة محمد بسيم، مرشح عبد الناصر سليمان، مرشح هوار عاصف، المرشح يوسف عبد السلام، المرشح سناء سعيد، المرشح سالار نامق رقيب، المرشح فارس سعدون حميدي، المرشح أحمد رجا جار الله، المرشح جميل محمد سلطان، مرشح عباس فاضل محمد، المرشح أحمد علي راكان. المرشح معا عبد القادر مصطفى، مرشح رنا خليل محمد، مرشح خليل محمد سعيد، مرشح عادل سليمان عبود، المرشح وضاح إبراهيم رحومي، المرشح نجلاء سمير موسى، المرشح حسون شعبان حمود، مرشح محمد عباس محمد، مرشح حازم محمد خليل، مرشح فرح سعيد نشاط، المرشح فرح سعد نشاط، المرشح أبي محمد طاهر، المرشح أبي محمد طاهر قاسم، المرشح فلاح حسن عيسى، المرشح رافع سليمان محمد، المرشح زينة زهير محمد، المرشح عبد العزيز أحمد خلف سليمان، المرشح سعود أحمد إدهام، المرشح عرفان أكرم جواد، مرشح عامر إسماعيل محمد، مرشح طلال صغير عيادة، مرشح غزوان محمد صالح، المرشح ليث أحمد حسن، مرشح الشدا عبد الله يونس، مرشح محمد محمود ظاهر، مرشح زيد جلال الدين عبد الله صالح، المرشح بدر أنور أحمد، مرشح لمياء محمد طاهر. المرشح محمد محمود سليمان، مرشح رنا يونس سليمان، مرشح عبد الكريم غازي محمد، مرشح صبا محمد ظافر، مرشح طه محمد سلطان، المرشح عمار خلف حسن، مرشح هاشم شيت حسين، مرشح إبراهيم محمد خلف، مرشح عثمان قاسم عبدو، مرشح مرفت طلال شيت، مرشح ناثر محمد نجيب، مرشح غادة شريف ذنون، مرشح سبهان رمضان قميز، مرشح محسن عبد القادر صالح. إذن على بركة الله ختام حفلنا هذا مسك، ومسك هذا الختام يسرني الآن أن أدعو زعيم ائتلاف النصر وحاملا بكفيه النصر دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يتفضل بإلقاء كلمته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين وعلى صحبه المنتجبين وعباد الله الصالحين. الشيوخ والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذه المدينة الطيبة حققنا أكبر انتصار، وهنا كسرنا داعش الإرهابية في هذه المدينة. هنا اختلطت دماء الشهداء من المقاتلين مع الضحايا من أبناء المدينة، وحرروا هذا النصر، وحرروا المواطنين، وحرروا المدينة، وحرروا أبناءنا وأخواتنا وبناتنا وشبابنا. هنا تحقق أكبر نصر استغرب له العالم وسماه المعجزة. قالوا: كيف استطعتم أن تحرروا المدينة من قبضة أعتى منظمة إرهابية لا تحترم لا شرعة السماء ولا قانون الأرض ولا تهتم لحياة أي مواطن؟ هذه البطولة التي حققتموها هنا أنتم أولى أن تفتخروا بها. أنا أحيي المواطنين من أهل الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر، تحية لجميع المواطنين. تحية لأهالي سنجار والحمدانية وتل الأعفر والحضر ومخمور وتل كيف والحمدانية والشيخان وجميع النواحي والقصبات والمدن في محافظة نينوى الكريمة. هذه المحافظة التي أبت أن تنحني لأولئك الأشرار، أولئك الذين أرادوا أن يبدلوا ديننا بغير دين، أساءوا إلى ديننا أشد إساءة. هذا الدين العظيم الذي تبدأ آيات قرآنه ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدين الذي دعا لا إكراه في الدين، فكيف جرأوا على أن يكرهوا الناس على طريقتهم وعلى اتباع فكرهم؟ هؤلاء لا مكان لهم بيننا، والحمد لله الآن تندمل جروحنا ونطفئ النيران التي أثاروها. لقد مضت 4 أشهر على إعلاننا النصر النهائي على داعش الإرهابية، بعد أن حرر الأبطال كل شبر من أرض العراق الطاهرة، وعندما قتلوا الدواعش في أرض العراق وتمت السيطرة بالكامل على الحدود العراقية السورية. واليوم والحمد لله توجد لدينا قوات أمنية وجيش عراقي يوصف الآن ليس من قبلنا، يوصف من قبل الخبراء والقادة العسكريون في العالم بأنه من أقوى الجيوش في المنطقة. هذا الجيش الذي دافع عن المواطنين أولاً ودافع عن سلامة الناس ثم حررهم وحرر الأرض، فاختلطوا مع المواطنين، وقف المواطن مع قواتنا الأمنية وحمت قواتنا الأمنية المواطنين. هذا الالتحام بين المواطن وبين القوات الأمنية هو أساس الانتصار. بهذه الوحدة انتصرتم جميعا، بهذه الوحدة حققنا نصر العراق. لقد كتبوا على العراق النهاية. قدمنا، تذكرون، قدمنا وعدا في عام 2014 تقريبا الربع الأخير من عام 2014 بأننا سنحرر الإنسان وسنحرر الأرض ونقهر داعش وننهي داعش في العراق. في ذلك الوقت كان الحديث في العالم عن احتواء داعش، مو قتل داعش، مو القضاء على داعش، لأن الجماعة تصوروا العراق انبلع، انتهى. قالوا العراق انتهى، لن يعود. على خارطة العراق رسموا خارطة للعراق محروقة وكتبوا عليها نهاية العراق. كانوا يطرحون احتواء داعش، هذا الحريق الذي لم في العراق وتصوروا أنه لن يطفأ، أرادوا أن يوقفوه لئلا ينتشر في باقي المنطقة. ولكننا أعطينا وعداً
أننا سنقضي على داعش وسنحرر مواطنينا، وأطلقنا صيحة وسنحرر أرضنا. والحمد لله بعد 3 سنوات في الربع الأخير من عام 2014 أعلننا الانتصار على داعش والقضاء على داعش في العراق، محتوى داعش. الحضور الكرام، هذا عهد قطعناه، والحمد لله المقاتلون نيابة عنا أوفوا بهذا العهد وبهذا الوعد. لم نطرح وعدا كاذبا ولم نطرح وعدا متفائلا جدا. بعض القادة أسميهم، وزير الخارجية الفرنسي اللي هو كان 7 سنوات وزير دفاع في الحكومة السابقة، بعد الانتخابات عين وزير خارجية، جاء مع وزير الدفاع أو وزيرة الدفاع الفرنسية الجديدة، وذكر في اجتماع رسمي، قال: كنا نسمع خطاباتك في كل الاجتماعات، باعتباره وزير دفاع ضمن التحالف كان يحضر أكثر الاجتماعات الأمنية، وقال: كنت تتحدث بثقة بأن نقضي من حساباتنا أقل أعلننا النصر، ابتدعنا بحملة جديدة، عندنا بعد معركة من غير نوع، وهي معركة أنا أسميها عندنا همة أخرى، وهو نصر، تحقيق نصر من نوع جديد نسميه نصر 2. هذا النصر على داعش بلا ترقيم، هو نصر والحمد لله، هذا نصر لكل العراقيين والحمد لله قضينا على داعش. الآن نحتاج نصر 2. هذا النصر إلى علاقة بالإعمار، إلى علاقة بتقديم الخدمات للمواطنين، إلى علاقة بإيجاد آلاف فرص العمل، فرص عمل كريمة للشباب، لجميع العاطلين عن العمل. إلى علاقة إلى علاقة إلى علاقة إلى علاقة بتحسين المستوى المعاشي للمواطنين. إلى علاقة بأن نكون صادقين في تقديم الخدمات. أنا أعلم أكو وعود كثيرة تقال يومياً، أدري بي، وصار لكم سنوات تسمعون بوعود. بس أنا ممكن اليوم، قبل ثلاث سنوات في 2014 انطيناكم وعد راح نحرر الارض، راح نقضي على داعش، والحمد لله كنا صادقين. والان ننطيكم وعد خلال فتره قياسيه، بس نحتاج نبقى متوحدين، ها، قوتنا بوحدتنا، لا يجون مره ثانيه يوشوشون باذاننا، هذا الشيعي، هذا السني، هذا عربي، هذا كردي، تركماني، مسيحي، أزيدي. نعم، نحترم كل المكونات، نحترم كل المذاهب، بس لا يفرقونا، تسمعوهم دي يجتمعون اليوم، يقول لك أنا أحمي الطائفة. يا طائفة تحميها؟ مو دمرتوا الطائفة؟ فينكم دمرتوا الطائفة؟ كل واحد يحشي باسم القومية ويدمر قوميته. ذولا يردون يبقون بفسادهم باسم الطائفة وباسم القومية، يريد يبقى يسرق وينطي وعود كاذبة. اليوم ما عندنا غير وعد صادق. آلينا على أنفسنا، أنا الأخوان كانوا يطلبون مني، قلت لهم: ما نعطي إلا وعدا صادقا، رقم واحد. رقم اثنين: ما نعطي إلا وعد قادرين ننفذه، لأن أكو بعض الوعود تعطيها قد الأمر مو بيدك، مو قادر، قد تحتاج فترة زمنية أطول. احنا بامكاننا الان ننطي وعد في فتره زمنيه نستطيع نحققه، بس الى شروط: يكون نبقى اولا نحافظ على وحدتنا، ثانيا يكون كلنا نشارك بهذا النصر الثاني. ما عندنا ناس متفرجين، مو عندنا ناس فقط يقعدون ويتمنون، لا، نريد تتحول الى ورشه عمل. انا هنا استغل وقوفي هنا احيي جميع العاملين في محافظه نينوى، رايتهم بام عيني في جميع القطاعات، في قطاع الكهرباء، البلديات، التجارة، الإعمار، في جميع القطاعات والخدمات. هذا بالطبع إضافة القوات الأمنية الداخلية والدفاع وحشد وبيشمرقة
كلهم تحياتنا لهم وتقديرنا لكل تضحياتهم. اليوم شفت ورشات العمل، احنا كنا نقاتل، تذكرون كنا نقاتل في الجانب الايمن والاعمار ينتهي بالجانب الايسر، والاعمار بادي بالجانب الايمن. نعم عندنا المدينه القديمه اعلم ذلك، عندنا لا زالت بيوت مهدمه، بس هذا العمل ان شاء الله مستمر. تعرفون صار 4 أشهر اعلنا الانتصار على داعش، ونوعدكم كل شيء مو يعود المحله، لا لا نعود افضل. اليوم مثل ما يحتاج نروح بعيد، تذكرون جيشنا شلون كان يوصف؟ تذكرون هاليوم شنو جيشنا؟ مو جيش وطني، مو جيش قوي، مو كان يقولون العراق بمكونات مصارعه وراح ينتهي؟ هسه الحمد لله العراق قوي بوحدته، ما استخدمنا ارهاب ولا استخدمنا بطش ولا استخدمنا دكتاتوريه، الحمد لله. شوفوا معارضين عندهم فضائيات اكثر من عندنا، ومعارضين ايضا عندهم اموال اكثر من عندنا، واصواتهم ما شاء الله بعض الاحيان اعلى من عندنا، بس ذولا يتصورون بهاي يحققون لمصالحهم؟ لا ما يحققون، شعبنا اوعى من هاي. اكو صارت وعود انا ادري، بالنسبه للمصفر عقودهم، بالنسبه للمدينه القديمه، بالنسبه للخدمات، بالنسبه للمفقودين، كلها بعيوننا وبقلوبنا. عندنا تعليمات، سمعوني المصفره والمفصولين، نعم اي المفصول مصفره اي المصفره والمفصولين القوات العسكريه والشرطه اي سموها المصفره، نعم المفصولين والشرطه والجيش. بس خلي اكون واضح، احنا وعدنا صادق، لحظه، احنا وعدنا صادق، وانا دعيت اخواني قلت لهم لا تطون وعد بالانتخابات، لا تطون، انا ما اريد الانتخابات تصير سوق، تعرفون دا تسمعون، وانا ادري هوايه كذابين، مع احترامي لكل الموجودين، دا يدعون ادعاء غير صحيح وكاذب، ما اريد مصالح المواطنين تصير كره يتراموها بالحملة الانتخابية، مصالح المواطنين مو للتنافس الانتخابي، مصالح المواطنين والدفاع عن المواطنين لازم يبقى قبل الانتخابات، أثناء الانتخابات، وبعد الانتخابات. هذا وعدنا لكم، هذا وعدنا لكم. المفصول المصفر اللي فقد عمله، أشوف الأمهات المفقودة أبنائهم، الشهداء الجرحى، ذولا كلهم أبنائنا وبعيوننا، ما مسوين فضل على أحد. الله يبارك فيكم جميعا. هذا البلد مو قالوا انتهى؟ مو قالوا قبل 3 سنين 3 4 سنين راح يصير تقريبا؟ مو قالوا انتهى؟ الحمد لله رجع اقوى واكثر توحدا، اقوى واكثر توحدا. وانا اقول لكم اليوم عندنا حاجات كثيره. انا ادري اكو جروح لم تندمل بعد، انا ادري اكو خسائر لا زال. قبل ايام ادري اكو مفقودين، قبل ايام زرت عائله شهيد، سمعوني في ميسان
عائلة شهيد طيار بطل، طيار بطل أسقطوا طيارته في عام 2016 ولكن جثمانه ما لقيناه، ما نجده. وأنا أعلم هذا الشعور لأنه عندي اثنين من إخواني أعدموا في زمن النظام السابق لحد الآن رفاتهم ما لقيناهم. أدري والدتي شنو شعورها، والدتي تخاطبني تقول لي أنت رئيس وزراء العراق أريد رفات ولدي، أقولها أنا من عيني بس أيضا رفات أبنائي من العراق أفتش عليهم كلهم بعيني ما فرق بأحد. هذا إحنا شلون إن شاء الله العراق ينهض مرة ثانية، وأنتوا شفتوا هاي القوة اللي سويناها مو قوة بطل، ما نظلم أحد. قواتنا الأمنية اليوم تدافع عن المواطن، وأنا كل المناطق أزورها يشوفون قد الجيش اللي يطلع يقول لا تطلع الجيش، هذا الجيش حمانة، هذا الجيش عضدنا. إحنا هيش نريد نبني بلد، نريد نبني بلد ابن الجنوب يدافع عن ابن الشمال، ابن الشمال يدعم ابن الجنوب وابن الغربية وابن بغداد وابن كل المحافظات. نريد هذا البلد اللي نبنيه اللي المواطن يحصل لقمة عيش الكريم، مو تفضل من الحكومة أبد، هذا واجب الحكومة، واجبنا جميعا. نريد المواطن يشعر هذا البلد بلده، مو يتم هذا المواطن لأنه شبكي، لأنه مسيحي، لأنه كردي، لأنه أزيدي، لأنه شيعي، لأنه سني نفطاده، ما يجوز. المواطن مواطن، والمواطن محترم، والمواطن عندنا بالدرجة الأولى هو مواطن اللي يعتقد به، اللي ينتمي إليه نحترمه وهذا يخصه. بس هاي الدولة تتعامل مع كل المواطنين سواسية، فريد نبني دولة عدل، دولة ما بيها ظلم، دولة قوية بمواطنيها، مو قوية فقط بعسكرها وأجهزتها الأمنية، لا. إحنا صدقوني الموصل ما حررناها إلا بتعاون أبنائنا، إلا بتعاون كل العوائل الكريمة. كنت مطلع بالتفصيل في المعارك في الجانب الأيسر، كانت قوات مكافحة الإرهاب يقولوا لي كل المعلومات، أكثر المعلومات اللي نحصلها عن أماكن تواجد الدواعش من المواطنين، هم يرشدونا إلى أماكنهم. هذا التعاون الكبير بين المواطنين وبين قواتنا الأمنية هي قوتنا وهي اللي حققت هذا الانتصار. اليوم الحمد لله هذا إنجاز كبير. أنا أعلم عندكم طلبات كثيرة، أدري بيها. في أي محافظة كريمة أزورها شبيهة شبيهة. إحنا كلها بعيوننا، أنا قلت كلها بعيوننا، نفس المفصولين، نفس المصفرين موجودة بمحافظات أخرى، نفس الفقدة وعملهم، نفس الفقدة وعزيز لهم. انتوا اخوان سمعوني، تسمعون صيحات نشاز، سمعون اكو صيحات نشاز. لما اكرم اهل الموصل سمعتوا ذول الطائفين شو يقولون، يقولون شنو تتكرم دواعش؟ سمعتوا لما اكرم، عفوا سمعوني خلي اكمل رجال، سمعوني لما اكرم اهل بصره سمعتوا الباقي شو يقول؟ يقول شنو انت تكرم البصره على حساب مدري شنو؟ وسمعتوهم اجتماعاتهم من جديد يعقدون، يعني ولا كأنه البعض ما استفاد من هاي التجربة كلها، يريد يرجعنا المربع الأول. اليوم يسوون اجتماعات يقول لك ندعم الطائفة، يا طائفة تدعم الطائفة اللي احترقتوها حرماتها وخليها وين، وبس ما همكم إلا أنفسكم، بقت بس الأبطال يقاتلون على الأرض ويقدمون التضحيات والتضحيات. ما نريد نسمع اليوم هذا الصوت. احنا ندعم المواطن مواطن، سواء كان بالموصل او باربيل او بالنجف او بكربلة او الانبار او بغداد او البصرة او عمارة او في كل محافظة عراقية اخرى. المواطن عندنا كريم ومحترم، وايضا في عنقنا واجب. انا اليوم دا احكي في حفل انتخابي بس لازلت رئيس وزراء، واليوم انطي عهد كما ذكرتكم وعد كما ذكرت في أول عهدي. هذا سويناه راح نكرره إن شاء الله، راح نكرره وتشوفون. وإذا بقينا أبقانا الله تعالى أحياء بعد ثلاث سنوات ونصف أقول لكم شفتوا وين العراق صار؟ هسا العراق عزيز وقوي ومحترم،
دول تتراكض تريد علاقة مع العراق. زرت اليابان، كبريات الشركات اليابانية تريد تجي للعراق. اليابانيين رئيس الوزراء قال لي أريد أنقل كل التدريب بالشرق الأوسط إلى العراق. هذا مو حسن ظن، هذا عندهم ثقة بما أنجزتموه، سوينا معجزة بالقضاء على وحدتنا جميعا. بس عندنا جولة أخرى اللي هم الفازين. صدقوني الفازدين هم سبب دخول داعش، الفازدين هم سبب خدماتنا ضعيفة، الفازدين هم سبب ضياع الثروة. شكد كان عندنا نفوط، عندنا ثروة احترقت راحت متروي، وهسه بعضهم هم دي يفتح عيونه. الحمد لله احنا شوية نشفنا الكاكات عليهم. خليناهم، احنا نريد نخليهم ما يستقرون الفازين. وعندنا جولة، اذا نريد نعمر ونريد نبني، نريد هاي الثروة كل دينار يروح للمواطن خدمة المواطن، ما نريد يروح جيوب الفازين. ولهذا عندنا مواجهة مع الفازين، ايضا يحتاج يتعاون كلنا. كلامي بشكل رئيسي لابنائي وبنات الشباب، لا تخلون الفازين يتمكنون مرة ثانية. انتم بعدكم باول حياتكم، بعدكم باول حياتكم، ظلوا متمتعين بالطهارة والنقاء. خلي الوطن بعينك، مصلحة الوطن بعينك. انتوا اليوم شباب باكر، انتوا قادة بهذا الوطن، وأملنا بيكم، ونريد هذا الوطن نسلمه أمانة بأعلى بيتكم انتوا. ولهذا هالله هالله لا تخلون الفازين مرة أخرى يخدعونا. نعم عندنا حرية، الحمد لله شفتوا حرية واسعة، حتى صورنا يشققوها. زين حرية، هم مش عبالهم مساكين، عبالهم الصور بالورق عبالهم. زين خلوا صوركم بالقلوب، ترى الورق يروح مطر عليه يوقع، انما الصور بالقلوب، قلوب المواطن. الله يحييكم. انا زرت نينوى في اشد الاوقات حنكه. بالطبع عندما توجهنا الى نينوى، تعرفون انتوا سمعتوا موصل ونينوى لما توجهنا لها، سمعتوا الكلام. قسم اخذونا قالوا لنا شنو تروحون الموصل تذبحون ابنائنا؟ قلنا بلعد يبقى ابنائنا بالموصل يذبحون ترضون؟ واكثر العراقيين ترى ما رضوا. شوفوا هبوا، شفت ابناء البصره، الناصريه، العماره، الكوت، المثنى راح اسميها كلها، ديوانيه، واسط، الحله، كربله، نجف، بغداد، انبار، دياله، صلاح الدين، شفتوهم هنا. الغالبيه العظمى اول زياره لهم النينوى، ما شايفين كثير من ذول الشباب اللي كانوا يقاتلون ترى ما زايرين النينوى ولا شايفيها، ما عندهم بها قرابه، ما عندهم عائله ولا قرابه، ما يملكون شبر ارضيه. بس شنو دفعهم؟ هاي التضحيات. كنا نشوفهم، كنت ازورهم بعض الاحيان بالليل، وادري الساعه 2 عندهم هجوم على داعش لتحرير ارض، لتحرير مواطنين. اشوف بعيونهم. أقول لكم تالي، إحنا في حملة انتخابية، أنا ما أريد أعطي وعود انتخابية، أنا تكلمت وأظن كلامي واضح، بس أقول لكم التالي، لا يخدعونا مرة ثانية، يردون يخدعونا مرة ثانية، يرجعونا لي ورا من جديد، نرجع إلى ضيع البلد مرة ثانية. الآن بصراحة لا تنسوها، هذا النصر اللي حققناه تضحيات كبيرة. التضحية الأولى قدمنا ضحايا عندما جاءت داعش، هجرت الملايين، قتلت أبنائنا، شوف النساء الأمهات الواقفات هناك، قتلت أبنائنا،
لحد الان بعضهم ما ندري بيهم. لحد الان ضحايا سبايكر ما لقيناهم. ضحايا مقابر جماعيه في نينوى وبغيرها ما لقيناهم. لحد الان ضحايا قواتنا الامنيه ما لقيناهم عندما دخلت داعش. وبعدين لما قررنا قرار التحرير، تحرير المواطن وتحرير الارض، قدمنا تضحيات بطوليه. ذول الابطال اللي جوي قاتلوا سفكوا دمائهم، زرتهم عندهم اعاقات مجروحين ومقاتلين رجعوا سالمين والله يسلمهم ان شاء الله. هؤلاء الابطال ما يجوز هاي ننساها، لا نخليهم يرجعون لي ورا، لا نسمح لهم يرجعون لي ورا، ما نسمح لهم يخدعونا. الكلام اللي نقوله ان شاء الله كلام صادق. انا اعدكم، انا البعض يقولوا لي ليش تتكلم مع المواطنين صراحه؟ مو بعض الاحيان يقول لي صراحه تاذي، لا انا اقول لهم المواطن بدونه ما نقدر ننتصر، بدون المواطن ما نقدر ننجح. يكون انت المواطن الحقيقه، لازم اكون وياه حتى يكون وياي، ولا ما نقدر ننجح. ما نقدر ننجح بعمار، ما نقدر ننجح باي شيء، باعاده مفصولين مصفره من مختلف القطاع، سواء جيش، شرطه، بكل صنوف ايضا. وكذلك انا تحيه لايضا مقاتلي الحشد الشعبي وايضا حشد العشائر الذين قاتلوا جنبا الى جنب مع قواتنا الامنيه واستشهدوا وانجرحوا ودافعوا. واقول لكم شيء بعضكم يعرفه، كثير منهم قاتل بلا راتب، بلا راتب، فقط طلب من عندنا اسمه ينشر، يروح ينجرح، يروح يستشهد حتى عائلته الى نصيب. قاتلوا بلا راتب، ذولا من ابنائكم، من ابناء العشائر مع قواتنا الامنيه، ذولا ما ممكن ننساهم. وما اطلب منكم ما تنسوهم، ما نضيع النصر، ما نضيع النصر، ما يجوز نضيع النصر. وان شاء الله من نصر الى نصر، والعراق قوي بيكم، والعراق قوي بوحدتكم. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، النصر للعراق، النصر للعراق. دكتور دولة رئيس الوزراء زيارة النافذة.